وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي ملأت عينه من جمالك وقلبه من جلالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله على ذلك. أخي الكريم أختي الكريمة، أهلا وسهلا ومرحبا بك مجددا في هذه الرحلة الإيمانية المباركة عبر هذا الأثير المعطر بأريجي الذكر الحكيم. لازلنا مع سورة ياسين، هذه الصورة العظيمة المباركة الشريفة الطاهرة التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بأنها قلب القرآن، قال لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. وصلنا للآية 13. الناس اللي بغت تبع معنا في المصاحف، وأنا بكل صدق أقترح على الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام، يعني اللي ماشي في السيارة، اللي ماشي في مقر العمل، يعني اللي عنده الإمكانية أنه يتبع معنا في المصحف ويشوف معنا الآيات ويشوف معنا الكلمات ويشوف معنا الحروف، سيكون طبعا أفضل وأفضل وأفضل. واللي في السيارة ولا اللي في العمل ولا اللي تيدير شي حاجة، فإن شاء الله نطلب الله تبارك وتعالى أن تعم الفائدة الجميع، وأن ينفع الله بهذه الكلمات السامعة والمتكلم، إنه على كل شيء قدير. إذن وصلنا للآية 13 من سورة ياسين، اللي قلنا بأن سورة ياسين تقول عليها سيدنا محمد لوددت أنها في قلب كل مسلم. لماذا؟ قلنا بأن هذه الصورة فيها أسرار وأنوار وبركات. هذه الصورة من قرأها في أمر عسير يسرها الله، يسره الله. من قرأها عند حاجة قضاها الله. من قرأها على مريض شفاه الله. من قرأها من أجل الرزق رزقه الله. من قرأها من أجل أي حاجة من الحوائج ديال الدنيا أو الحوائج ديال الآخرة، ربي تيعطيه داك الشيء اللي طلب بهذه الصورة. هذه ياسين بالنية ديالك، النية باش كتقرأ سورة ياسين ربي تيعطيها لك. قريتيها بنية الحفظ، بنية السلامة، بنية الشفاء، بنية النجاح، بنية الصلاح، بنية التيسير، بنية القبول. شوف انت اختار النية اللي بغيتي، هذيك النية اللي قريتي بها سورة ياسين الله تبارك وتعالى كيعطيها لك. اذا وصلنا للآية 13، كيقول مولانا الكريم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون. إذن أخي الكريم أختي الكريمة، الآية 13 كتبدأ بقوله تعالى واضرب لهم مثلا. واضرب لهم مثلا، هنا الله جل في علاه إن صح التعبير كيعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيداغوجية ديال التعليم وديال الدعوة وديال الإلقاء. هنا لا بيداغوجي، شنو هي هاد البيداغوجية؟ هي إعطاء الأمثلة، إعطاء الأمثلة. فإذا الله جل في علاه كيوجه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطريقة المناسبة لمخاطبة ومعالجة هاد المشركين في مكة المكرمة. شنو هي هاد طريقة؟ هي أروع وأمتع وأقنع طريقة، يعني اللي كتوصل الإنسان بسرعة للإقناع، وهي إعطاء المثال. والمثال أخي الكريم هو أنك كتاخذ واحد الحاجة اللي هي غير محسوسة وغير ملموسة وغير مرئية، تعطي بها مثال بواحد الحاجة اللي هي محسوسة وملموسة ومرئية، يعني واحد الحاجة ما كيعرفهاش، واحد الفكرة أنت بغيتي توصلها لهذاك المستمع ياك، وهو ما شافهاش ما لمسهاش ما حسش بها، فكتجيب ليه شي حاجة اللي هو كيعرفها مزيان وكتعطيه بها المثل. ونشوف ديك الكلمة ديال واضرب، الضرب هو إلقاء شيء على شيء ياك، ملي كتصدم واحد الحاجة مع واحد الحاجة هذا كيتسمى ضرب. وفي الغالب هذا الضرب هذا يسبب ألم ويسبب وجع، لأن هذا المثال ملي كتضرب مثال للمشركين هذا سوف يؤلمهم وسوف يوجعهم. ومهمة النبي عليه الصلاة والسلام لتنذر قوما، يعني خصو يعطيهم شي حاجة اللي تزعزعهم، شي حاجة اللي تزلزلهم ياك. وطبعا
هذا الأسلوب هذا ماشي غير ديال سيدنا محمد ديال ضرب الأمثال، بل هو أسلوب اللي خاص الناس الدعاة من أمته والناس اللي كيتصدروا لقضية التعليم أنهم استعملوا هذا الأسلوب. فهذا المثال اللي غيعطي الله تبارك وتعالى هو مثال واقعي تاريخي ديال واحد القوم عذبهم الله تبارك وتعالى وأهلكهم بسبب ماذا؟ بسبب أنهم كذبوا الرسل، كأنه كيقول لهم راه إلا كذبتوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي يصيبكم مثل ما أصاب هذا القوم هادو، كأنه كيقول لهم راه الطريقة اللي كانوا تيتعاملوا بها دوك الناس في هذيك القرية هي نفس الطريقة اللي كيتعاملوا بها اليوم كبراء ومشركي وصناديد الكفر في مكة. هاد الناس في هذه القرية وضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وشوف هنا أصحاب القرية سيدي ربي ما قالش لنا السمية ديالها، ما قالش لنا أين تاريخ، ما قالش لنا شنو سميت هاد المرسلين، خلى هاد الأمور كلها مبهمة لأن العبرة ماشي بالأشخاص ماشي بالأماكن، العبرة بالمضمون أشنو كيوقع، لأن هاد القصة سوف تتكرر. هاد القرية أخي الكريم أختي الكريمة الناس ديالها كانوا يعبدون الشرك، وصفت لها سيدي ربي رسول الأول وصفت الرسول الثاني وصفت الرسول الثالث، وهنا كأن الله تبارك وتعالى يلفت انتباهنا لواحد القضية في غاية الأهمية، وهي أنا كإنسان كنقرأ سورة ياسين وكنصلي قوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، غادي نحس بطريقة غير مباشرة غادي نقول إذا سيدي ربي ما عطاش للناس الفرصة الكافية، ما عطاش للناس الوقت الكافي، تيقول لك هادو هضرتي ولا ما هضرتيش راه ما غاديش يطبقوا داكشي اللي قلتي. فكأن هاد الآية هادي أخي الكريم أختي الكريمة كتجي باش تحيد هاد الفكرة اللي هي ماشي صحيحة، كأن الله تعالى بغى يقول لنا عندكم تفهموا هكذا، بالعكس أنا كنعطي الوقت الكافي، أنا كيف كنقولوا بالدارجة ما كنزربش على الواحد، كنعطيه الفرصة الأولى وكنعطيه الفرصة الثانية وكنعطيه الفرصة الثالثة وكنعطيه فرص كثيرة. ولذلك هاد القرية هادي شوف قرية صفت لها سيدي ربي جوج وكان ممكن يصفت غير واحد ويكتفي بواحد، ولكن صفت جوج لإقامة الحجة باش يبين لك بأنه سبحانه وتعالى كيعطي الوقت الكافي لعباده من أجل التفكير، من أجل أن يتبينوا، من أجل أن يقتنعوا، من أجل أن يتأكدوا، كيعطي الوقت الكافي وكيعطي الرسائل الرسائل الرسائل. فصفت جوج ديال المرسلين وزاد واحد الرسول الثالث من أجل ماذا؟ من أجل أن يتركوا عبادة الأوثان. لكن شنو كان رد الفعل ديال هاد الكفار؟ فكذبوهم فكذبوهما فعززنا بثالث ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن سيدي ربي ما باغيش يلزمنا، سيدي ربي ما باغيش يجبرنا، وهذه الحكمة ديال خلق الإنسان أن الإنسان أعطاه مشيئة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سيدي ربي أعطانا الاختيار، هذا المخلوق أعطاه سيدي ربي الاختيار، والله تعالى لا يعجزه شيء. لو شاء أن 7 مليار ونص اليوم ديال الناس اللي كاينين تعيشوا على الأرض كلهم يكونوا موحدين ويعبدوا الإله ديالنا العظيم سبحانه وجل في علاه لفعلوا ذلك، ولكن ما كانتش هذه المشيئة ديالو، شاءت مشيئته أنه يخلي الناس يختاروا شنو بغيتوا، بغيتوا هذا ولا بغيتوا هذا، واش بغيتوني أنا ولا بغيتوا الشيطان، واش طيعوني أنا ولا طيعوا الشيطان. وفي الآخر كاين الجزاء، لأن ما يمكنش نجي ونقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ونسكت زعما كأن شيئا لم يقع وبخير وعلى خير ومريضنا ما عنده، بس لا، من بعد الاختيار هذا كاين التبعات ديال الاختيار، أعطانا سيدي ربي الاختيار نعم ولكن عنده تبعات. شنو التبعات ديالو؟ أنه جاي من موراه الحساب، جاي من موراه الجزاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. استغرب لبعض الناس اللي تيقراو وتيوقفوا عندها زعما صافي بحال لا، ولكن كمل شنو جاي من موراها. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقة. فين جات الآية هذه؟ جات في سورة الكهف. كأننا كل جمعة نتذكر مرة أخرى هذه الأمانة اللي عرض الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال ورفضوها وأعطاها للإنسان، وهي أن يكون الإنسان مخير، أن يعبد الله تعالى بإرادته، أن يختار هو يختار شنو بغى. فكتذكرك سورة الكهف بهذه القضية هذه، عندك تنسى الأمانة اللي عندك، هذه الأمانة عندك تنساها، إن عرضنا الأمانة هي هذه الأمانة، هي من فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا أعطيك مشيئة، أنا أعطيك اختيار، لن أجبرك، ولكن رد بالك. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، الظالمين هنا الناس اللي ما بغوش يعبدوا الله تعالى، ظلموا نفسهم. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم.
قال سيدنا إبراهيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بشرك. إذن أخي الكريم وأختي الكريمة، فالاستجابة ديال الدعوة ديال الرسول هي كتكون استجابة اختيارية إرادية بشكل طوعي بلا إكراه بلا إجبار، ياك كتشوف ثلاثة ديال الرسل. ولكن أصحاب القرية بقوا مصرين على الكفر وعلى التكذيب، وقالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. فصل ثم نواصل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخي الكريم أختي الكريمة، اليوم بدأنا مع الآية 13 من سورة ياسين، وكنا درنا زوج ديال الحصص، هذه الحصة الثالثة، فنستمر إن شاء الله في هذا السفر عبر أروقة هذه السورة المباركة وعبر محطاتها المباركة، سائلين الله تعالى أن ينور بصائرنا وأن يشرح صدورنا وأن يرزقنا الفهم عنه وفهم كلامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن مراجعة خفيفة، الناس اللي التحقوا بنا الآن، وصلنا الآية 13: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قلنا بأن هذا خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذك لهم يعني كيتكلم على الكفار ديال مكة. وقلنا الضرب هو اصطدام شيء بشيء أو إلقاء شيء على شيء، وكيوقع يعني نوع من الإيجاع ونوع من الألم، ياك. وكلمة الضرب في القرآن الكريم أخي الكريم أختي الكريمة يعني عندها معاني كثيرة، ياك. فإذا ضربتم في الأرض، ياك، فضرب الرقاب كيقول الله تبارك وتعالى، ديك صناعة الدراهم والدنانير تتم عن طريق الضرب، ياك. فالضرب عنده معاني كثيرة جدا، عنده معاني كثيرة جدا. ولذلك ملي كيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه الآية هذه من الآيات اللي مجموعة من الناس اللي يعترضون على الإسلام وتيشوفوا بأن الإسلام يعني ما تحترمش المرأة وما تقدرش المرأة وكذا، تيقولوا من الآيات اللي كيجيبوا هي هذه الآية ديال واضربوهن، يعني كيوقفوا عند هذه الآية هذه وتيقول كيفاش هذا الإسلام يعني يعنف المرأة. وبالقرآن ماشي حتى شي حديث اللي غادي نجيو غادي نقولوا بأنه حديث صحيح ولا حديث ضعيف ولا حديث موضوع، لحتي واضربوهن. فهنا كتشوف بأنه راه كلمة الضرب في اللغة العربية ما عندهاش غير ذاك المعنى اللي كتعرف، ياك. ها هو ربي تيقول لك واضرب لهم مثلا، وكيفاش واضرب لهم مثلا؟ أنني جيت بديت كنصرفق في الأمثلة، لاحظتي؟ فإذا ضربتهم في الأرض، واش أنني كيفاش ضربتهم في الأرض؟ أنني هزيت الفاس وبديت كنضرب في الأرض، ولا هزيت شي عصا كنضرب في الأرض؟ إذا كلمة ضرب أو فعل ضربة في اللغة العربية يعني عنده معاني كثيرة، عنده معاني كثيرة. طبعا أنا ما بغيتش ندخل في التفاصيل هنا لأن ماشي هذا موضوعنا، ولكن الحمد لله اليوم احنا في عصر المعلومة، ممكن الإنسان يبحث ويقلب وتشوف بأنه راه دائما راه ماشي داكشي اللي كيجيني البالي هو الصحيح. إذن واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وقلنا بأن هذه القرية هذه خلاها سيدي ربي كيف كنقولوا بالفرنسية أنونيم، مجهولة ما معروفاش، ما قالش لنا السمية ديالها، ما قالش لنا السمية ديالها. وإن كان المفسرين يعني في كتب التفاسير تيقولوا بأنها أنطاكيا، وأنطاكيا هي واحد المدينة معروفة، هي في الحقيقة إلى يومنا هذا متنازع عليها بين تركيا وبين سوريا، جات في الجنوب التركي في الشمال السوري، كانت في واحد الوقيتة لما سقطت الخلافة العثمانية يعني كانت عند التابعة لسوريا، ومن بعد عاوتاني ولات تابعة لتركيا، وكانت هذه من المدن اللي هي مهد ديال المسيحية، ياك، من المدن اللي كانت فيها المسيحية. كتعرف بأن الديانة المسيحية أو الشريعة ديال سيدنا المسيح عليه السلام كانت شي مدن اللي هي معروفة بها، فحال مثلا تتكلم على روما مثلا، هذه تتكلم على العاصمة ديال المسيحية، أو ملي كتكلم على الإسكندرية إلى يومنا هذا يعني فيها المسيحيين، المدن اللي كانت فيها المسيحية منذ أزمنة بعيدة. فأنطاكية هي من هذه المدن، من هذه المدن اللي كانت فيها الديانة المسيحية. طيب، وهي طبعا هذا أنطاكية هذه واحد المدينة
تيقولوا التاريخ ديالها بأنها أسست يعني تقريبا في 3 القرون قبل ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، يعني 300 قبل الميلاد. وفي بعض كتب التفسير كما قلنا تيقولوا بأن القرية هي أنطاكيا، وقلنا بأن هذا الرأي هذا ماشي صحيح، بل هي رواية ضعيفة، بل قد تكون مدسوسة في كتب التفسير، ما صحيحش، تنسب إلى سيدنا ابن عباس، ولكن هذا القول ليس بصحيح. فأهم شيء أخي الكريم أختي الكريم اللي كنقراو شي آيات فحال هكذا، ما نبداوش نقلبوا على هذه التفاصيل التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنه لو كانت فيها فائدة كان ربي ذكر السمية ديالها، ياك ذكر لنا سبأ وذكر لنا مصر، ياك وذكر لنا الأرض المقدسة، ذكر مجموعة ديال الأماكن، حكمة حيت مزيان تعرف السمية ديالها، ذكر أم القرى، ذكر البلد الأمين، وتكلم على مجموعة ديال الأماكن تكلم، ولكن مادام أنه لم يتكلم على اسم هذه القرية إذن ما كلاش نبحثوا نقلبوا ولا داعي. ثم مسألة أخرى، مثلا اليوم كنتكلموا على سورة الكهف، كنقراوها في الجمعة، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، وكان ممكن الله تعالى من الاخر يقول لنا شحال هما، ما قالش لنا. إذن ماشي مهم العدد، المهم هو المضمون ديال القصة، ياك لا موغاليتي، هذا هو المهم، أما داك الشيء الآخر ما عنده. فإذا هنا الأسلم أن الإنسان يتوقف على تحديد، ياك ربي ما حددش ما نحددش أنايا. إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، وقلنا بأن سيدي ربي تعطي الفرصة تعطي الفرصة تعطي الفرصة، كان ممكن يصفت غير واحد ولكن صفت 3 ليقيم الحجة. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، ياك ما أنتم إلا بشر. إذن هذا هو الرد ديالهم على هذا الرسل، ما أنتم، وحتى هذا الرسل أخي الكريم سيدي ربي ما حددش لنا شكون هما، لاحظتي تتمشي الكتب التفسير كتلقى بأنهم هادو أرسلهم سيدنا المسيح لهذه القرية، بمعنى أن هذا الشيء وقع بعد زمان يا سيدنا المسيح، وهذا قول غير صحيح. العلماء المحققين تلقاه بزاف كتب التفسير، ولكن راه العلماء المحققين تيقول كلا هذه الرواية غير صحيحة بل هي مدسوسة، لأنه فيها واحد القضية خطيرة جدا. ما هي؟ إلا خدينا بهذه الرواية بأنهم رسل يا سيدنا المسيح، كأننا نزكي العقيدة اللي كتقول بأن سيدنا المسيح هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو عبد لله. هم في كتب التفسير تأولوها تقولوا لي أن الرسل ديال سيدنا المسيح لم يرسلهم من تلقاء نفسه بل أرسلهم بأمر الله، ففي حالة قلتي هما حواريين يعني أنصار ديالو صيفتهم لهذه القرية هذه، ولكن هذا الشيء غير صحيح، بل هذه التلفيقات لي صحيح والله أعلى وأعلم، واللي عليه المحققين من المفسرين أن هاد الرسل كانوا رسل في زمان من الأزمنة، وهاد القرية ماشي أنطاكيا بل خلاها سيدي ربي هكذا مجهولة مبهمة. لماذا؟ باش يعطينا العبرة وناخذ الدرس، ياك ماشي مهم والأشخاص والأمكنة. إذا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، إن أنتم إلا تكذبون. إذن هذا الكلام ديال أهل القرية كيتكلموا مع الرسل ديالهم يعترضون، يعني كيقولوا لهم بأنكم أنتم كذابة، أنتم كتهضروا على الله ما يمكنش هادشي اللي كاين ما كاينش، ياك ما أنتم إلا بشر مثلنا، وهذه كاع الأنبياء وجهوا واعترض عليهم بهذه الشبهات، يقولوا لهم الناس أنتم فحالنا فحالكم، علاش ربي يفضلكم، علاش ربي يفضلكم علينا، ياك اللي كتقرا القصص ديال الأنبياء في القرآن الكريم دائما كتلقى هذا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. في سورة إبراهيم الله تبارك وتعالى يقول قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. في سورة الأنبياء وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون. في سورة المؤمنون قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، كيتكلموا على سيدنا نوح، وقالوا هل سيدنا محمد، فتجاوب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ياك في سورة الكهف
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا، إلى غيرها من الآيات. شاهد أخي الكريم أختي الكريمة أن الكفار دائما في كل زمان وفي كل مكان يعترضون على الرسول، كيقولوا بأنهم علاش ما يكونوش ملائك، لولا أنزل عليه ملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. علاش هاد الرسل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون وينكحون وعندهم أولاد؟ ولكن تخيل لو كان الرسل أخي الكريم أختي الكريمة كانوا ملائكة، ملي غادي يجي هذاك الرسول اللي هو ملك سينهى أحدا عن الزنا مثلا، أش غادي يقول له؟ يقول أنت ملك ما خلقش فيك الله تعالى الشهوة. ملي غادي يجي أمر بالصيام مثلا يقول لي صوم، يقول لي أنت ملك لا تحتاج إلى الأكل والشرب، أنت تقدر تصوم ولكن أنا ما قدرش نصوم. فشاءت حكمة الله تعالى أنه يجيب لك رسول اللي هو بشر عنده بشرية في حالك في حاله ولكن عنده خصوصية. فالكفار دائما يحجبون بالبشرية عن الخصوصية. وشفتي أخي الكريم أختي الكريمة راه حتى في بعض الأنبياء والرسل، يعني إحنا كنا نشوف زمان بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ياك فكين الناس اللي هما ورثة سيدنا محمد العلماء. فبعض الناس كيكون بعد شي رجل من العلماء من كبار العلماء وش يكون عالم رباني وعالم عامل ومخلص وكذا، وتجده يعني في هذيك المدينة اللي هو ساكن فيها ولا في هذاك الحي اللي هو ساكن فيه تجده يعني لا يؤبه له، تجده لا يؤبه له. لماذا؟ لأنه هذوك الناس اللي معاه تيشوفوا فيه البشرية ما كيشوفوش فيه الخصوصية. شنو الخصوصية؟ هي ذاك العلم اللي أعطاه الله تبارك وتعالى، هي ذاك النور اللي أعطاه الله تبارك وتعالى، هي ذاك التفضيل اللي فضل الله تبارك وتعالى. وش سهل أن الإنسان يكون حامل لكتاب الله تعالى؟ ما سهلش. والسهل أن الإنسان يكون يعني يتخلق بأخلاق القرآن ومتفقه في الدين وعنده العلم وعنده إخلاص وعنده تقوى وكيخاف الله تعالى ولا يأكل إلا الحلال وحياته كله وهو يشتغل في الدعوة إلى الله، يعني هذه المهمة دي الأنبياء ورسل وشات شي سهل وشات شي ربي يعطي لأي واحد بيعطيش لأي واحد لحتي. فإذا هذه القضية دي البشرية ودي الخصوصية كانت عند الأنبياء ظاهرة وواضحة. الأقوام ديالهم المكذبين الكفار كيشوفوا البشرية ما كيشوفوش الخصوصية. وسيد ربي تينبه تيقول لا، هذا راه واخا كيبان لكم بشر مثلكم ولكن راه زايد عليكم بواحد الحاجة. شنو هي؟ إنما أنا بشر مثلكم نعم، ولكن ما توقفش هنا، يوحى إلي. عندي واجهة بشرية وعندي واجهة إلهية. فهذاك الرسول هو وسيط انترميديير، وسيط بين الخلق والخالق، عنده واجهة نحو الخلق وعنده واجهة للخالق. فكي يأخذ من الخالق من العالم العلوي السماوي كي يأخذ الوحي وكي يأخذ العلم والنور والحكمة وكيفرقها ياك وتينشرها وتبثها وسط البشر. طيب، ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، وما أنزل الرحمن من شيء، وما أنزل الرحمن من شيء. هنا ممكن طرحوا واحد السؤال، أن هاد الناس هاد الكفار علاش ما قالوش وما أنزل الله من شيء؟ علاش استعملوا وما أنزل الرحمن من شيء؟ لماذا استعملوا اسم الله الرحمن ولم يستعملوا اسم الجلالة الاسم الأعظم الله؟ شوف الألوهية أخي الكريم أختي الكريمة تكليف، عبادات، التزام. ياك ألوهية فيها التزام مع الله تبارك وتعالى، فيها وصايا، فيها فرائض، فيها واجبات، فيها شرائع، فيها أمور. فهو ما استعملوش هذا وجابوا اسم الله الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء. وعلاش ما قالوش وما أنزل الكريم القدير الرزاق؟ علاش جابوا الرحمن؟ كأنهم بغوا يقولوا الله تبارك وتعالى غني عنا وعن أعمالنا وعن عبادتنا وما محتاجش العبادة ديالنا، فبالتالي ممكنش يصفت لنا الناس ويقولنا وأجوا صوموا وأجوا صليوا وأجوا زكيوا وأجوا حجوا وما تشوفش في الحرام وما تتعاملش بالربا وما تكذبش وما تديش وما تديش وهذه التفاصيل الصغيرة ديال الحياة. ممكن سيد ربي غني علينا وسيد ربي رحيم من شدة رحمته ما غاديش يجي حاسبنا على هذه التفاصيل.
وهذا الكلام هذا انا بزاف الناس كجلست معاهم تيقولوا لي هكذا، وزعما سيدي ربي من رحمته انه غيبدي يتحاسب معايا، صليتي ما صليتيش، غيبدي يتحاسب معايا علاش ما صمتيش. سيدي ربي غني على هذا الشيء كامل، وسيدي ربي الرحمه ديالو واسعه، وسيدي ربي ما يمكنش يكلفني ويحملني ويبدي يتحاسب معايا على الريال واش دريال، واش عطيتي لهذا واش ما عطيتيش، واش درتي واش ما درتيش، واش شفتي في هذه واش ما شفتيش في هذه، واش ربي الرحمه ديالو كبيره، فبالتالي ما غاديش ينزل معايا لهذا المستوى يبدا يحاسب فيا. نفس الفكره اخي الكريم واختي الكريمه اللي كانت عند هاد الناس هادو في جوهم المرسلين، وقالوا لهم لا خصكم توحدوا الله تعالى، ما تعبدوش الاصنام وتعتمدوا على الله وتثقوا بالله وتصلي وتوضى وتصوم وتحج وتزكي وبر الوالدين واكرم الضيوف وصله الرحم والاحسان للفقراء والمساكين واكرم اليتامى والارامل. خلينا نعيشوا حياتنا. سيدي ربي راه رحمن رحيم، وسيدي ربي غيبدي يحاسبنا ويعذبنا، سيدي ربي غني علينا وما محتاجش العباده ديالنا، وسيدي ربي راه رحمن ورحيم. وهنا الواحد تيزلق واحد الزلقه خطيره جدا، صافي تيعيش حياته بالطول وبالعرض، لا ماشي مشكل، صافي ما كاين حتى شي حاجه. في حين هادشي في الدنيا ياك قالوه في الدنيا وما انزل الرحمن من شيء، وعرفتي في الاخره ملي غي يطيحوا نسال الله السلامه والعافيه، ملي غادي يهودوا في جهنم، ملي غيدخلوا كفار الجهنم، كلما ألقي فيها فوج، يعني في جهنم في سورة الملك، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل. في نظرك غيقولوا الرحمن ولا غيقولوا الله؟ غادي يقولوا الله. فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن من اللي غيتلاحوا في جهنم تما غادي يقولوا ما نزل الله من شيء، وغيديروا اسم الله الجلال الاسم الأعظم، ما غاديش يجيبوا الرحمن، لأن كذبوا على ريوسهم في الدنيا، في الدنيا تبعوا الأهواء ديالهم والنفوس ديالهم وضحكوا على راسهم، قالوا لا الله الرحمن الله الرحمن، الله ما غاديش يعذبنا، الله ما يكلفناش، الله واش غيبدي يحاسبني، واش ربي غيبدي كذا يبدا يدير معايا في التدقيقات، واش ربي مسالي ليا، ورحمة ربي واسعة ورحمة ربي واسعة. وفي الآخرة ملي اكتشفوا بأن داكشي كله ما منه حاجة، قالوا أنا يستعمل اسم الجلالة. طيب وشوف ديك من شيء، هاد من شيء حرف جر طبعا، يعني تفيد الاستغراق في العموم، من شيء يعني كل شيء. فاصل ثم نواصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا سادة يا كرام، أنتم دائما معنا عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من خلال نافذة برنامج إن في الجمعة ساعة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل الكرام الذين التحقوا بنا توا عبر هذا الأثير المعطر بأريجي الذكر الحكيم. إذن الآية يقول فيها الله تبارك وتعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، إن أنتم إلا تكذبون. طيب قلنا ما أنزل الرحمن من شيء، وجبنا ديك شيء وقلنا بأنها تفيد العموم، بمعنى أن هاد الناس أخي الكريم مدام قالوا من شيء إذن ينكرون كاع الرسالات وكل الرسالات الربانية للناس، ياك واخا كيأمنوا بالله جل في علاه لأنهم قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، إذن استعملوا كلمة الرحمن، إذن هما راه مشركين، هما راه يعتقدون بأنه كاين إله سبحانه جل في علاه من أسمائه وصفاته أنه رحيم رحمن، ثم فهم يكذبون بالرسالات الربانية. ثم قلنا كاين قضية أخرى عاوتاني نلحظها، مادام أنهم قالوا رحمن ياك، إذا العقيدة ديالهم لا تشبه عقيدة أهل مكة، فأهل مكة شنو العقيدة ديالهم؟ يؤمنون بأن الله هو خالق هذا الكون، ولكن لا يؤمنون بأنه رحمن رحيم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ قالوا وما الرحمن؟ كلمة الرحمن ما عندهمش، لا يؤمنون بأنه رحمن رحيم، بل صفة الرحمة كينسبوها لمن؟ كينسبوها للأصنام، ياك كينسبوها للأصنام. فإذا نفهموا بأن هذه القرية هذه يعني يشبهون أهل مكة في ماذا؟ في عبادة الأصنام، فهم كيشوفوا بأن الأصنام هي وسائط وكيشاركوها مع الله تبارك وتعالى. ثم هاد الناس أخي الكريم أختي الكريمة النقاط المشتركة ديالهم مع أهل مكة أنهم ينكرون الآخرة وينكرون يوم الدين، ياك ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. لأنه شنو جاو قالوا لهم هاد الأنبياء؟ قالوا لهم بأنه راه كاين الجزاء وكاين البعث وكاين الحساب وكاين القيامة وكاين الصراط والميزان وهاد التفاصيل كلها ديال اليوم الآخر كاين الجنة وكاين النار، فهم أنكروا كل هذا، تيقولوا كاين حياة وحدة، إن أنتم إلا تكذبون. فكذبوا الرسل
لماذا؟ لأنهم لم يخطر ببالهم وما بغوش يقتنعوا بأنه راه ممكن الله تعالى يصفت لهم بشر. فبالتالي كيبقى الاحتمال شنو هو الاحتمال؟ هو أن هاد الناس كذابين. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا شكون اللي قالها؟ قالوا الرسل. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، يعني نحن مرسلون حقا وصدقا من الله جل في علاه. وشوف ديك اللام في الأول، قالوا إنا إليكم مرسلون، ودابا تأكدوا تقولوا إنا إليكم لمرسلون، زادوا أكدوا. ربنا يكفينا أن الله تعالى يعلم إنا إليكم لمرسلون. شوف ديك ربنا تأكدوا، كأن تقول ربنا يعلم عسيرها ما بقى بعلم الله تعالى شي حاجة أخرى. وشوف ديك إنا، وشوف ديك لمرسلون، ثم وما علينا إلا البلاغ المبين. وما علينا إلا البلاغ المبين، أنه راه المهمة ديالنا الواضحة هي أن الله تعالى أرسلنا أن نبلغ، وما علينا إلا البلاغ المبين، يعني التبليغ هذه المهمة ديالنا، بدون قهر وبدون جبر وبدون سيطرة وبدون فرض. حنا كنديروا العرض وكنديروا التخيير. وشوف ديك المبين باين واضح جلي، فالرسل كيبلغوا الرسالة واضحة جلية، وما علينا إلا البلاغ المبين. وشوف ديك وما علينا، هذيك كيسميوها العلماء صيغة حصر، وما علينا إلا البلاغ المبين، بمعنى أن المهمة ديالنا تقتصر فقط على التبليغ، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. هنايا هاد المشركين هادو قالوا إنا تطيرنا بكم، فأهل القرية ما لقاوش شي طريقة باش يتهربوا، لأن الحجج والبراهين والأدلة ديال هاد الرسل قوية جدا. فملي وصلوا للنهاية قالوا إنا تطيرنا بكم. إنا تطيرنا بكم بمعنى أنتم نذير شؤم، أنتم راكم ما جايبينش الخير، أنتم راكم شؤم على هاد البلاد، أنتم راكم جايبين لنا الشر وجايبين لنا الضر وجايبين لنا البأساء وجايبين لنا السوء، وراه غادي توقف الشتاء هاد العام، باينة هاد العام غيكون الجفاف، باينة هاد العام غتنزل مصائب، غتكون شي أزمة اقتصادية، باينة غتوقع شي زلزال ولا شي بركان. أغضبتم الآلهة ديالنا، جيتو كتقولوا لنا ما تقوش تعبدوا هاد الآلهة هادي، راه باينة هاد الآلهة سوف تغضب وسوف غينزل علينا شي غضب. إنا تطيرنا بكم، التطير هو التشاؤم، ومنه كلمة الطيارة. ياك ومنين جات؟ جات أخي الكريم أختي الكريمة، أن الناس في الجاهلية يعني في زمان أش كانوا كيديروا؟ كيشدوا واحد الطائر تيطلقوه في الهواء، فملي كيمشي جهة الشمال تعرفوا بأن ذاك الأمر ما فيهش خير، مشى جهة اليمين يقدم على ذلك الأمر وكيقول هذا فيه خير. شوف العقل ملي ما كيكونش الإيمان كيولي الإنسان كيخرف. تيشد طائر ويطلقه في السماء، إلا مشى جهة الشمال تعرف بأن ذاك الأمر شر وشؤم، إلى مشى جهة اليمين راه فيه خير وفيه بركة. ومن ثم جت الطيارة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الصحيح لا عدوى ولا طيارة، يعني أن ذاك الإنسان المتشائم ياك اللي تبقى أي حاجة ورد البال وعندك غتوقع ليا، وراني تلاقيت مع واحد الإنسان لابس الأسود، أو تلاقيت مع واحد العنكبوت، ولا تلاقيت مع واحد القطة سودة في باب البيت ولا كذا، اليوم غيدوز نهار كحل، هذا كلها شرك. ياك شي كل الإنسان لا يؤمن بالله جل في علاه، هذا شرك خفي. إذن إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، يعني راه إلا نزل المكروه داكشي اللي كنخافوا منه، إلا كان جفاف، إلا كان نقص في الأموال في الأنفس في الثمرات، راه أنتم السبب. بارك سكتوا، كفوا عنا دعوتكم. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. ياك لنرجمنكم، الرجم في اللغة العربية أخي الكريم أختي الكريمة يعني عنده معاني متعددة. ياك الرجم في اللغة العربية عنده معاني متعددة، هنا يقصدون الضرب بالحجارة، ياك أو يقصدون الطرد. لنرجمنكم ياك يعني يا إما غادي نضربكم بالحجارة حتى نقتلكم، أو نطردكم ياك، لأرجمنك وهجرني مليا. وقد يأتي أيضا بمعنى القتل، وإني عذت بربي وربكم وأن ترجموني أي أن تقتلوني. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، يعني يقدر يكون المعنى هو الضرب بالحجارة حتى القتل مثلا،
لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي من المقتولين ضرب الحجارة. وقد يكون بمعنى الشتم والسب. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني كيف كتشتم وتسب الأصنام سأسبك وأشتمنك. وقد يأتي بمعنى الظن أيضا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب أي ظنا. وكيجي عاوتاني بمعنى الرمي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، يعني كترمى بها الشياطين إلى آخره. فإذا هنا المعنى أخي الكريم أنهم غد يعذبوا هذا الرسل، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم، كيدوا مع أصحاب القرية ياك. إذن هذا التشاؤم ديالكم راه ديالكم، هذا أنتم متشائمين، وإلا كان شيء سبب في الشؤم راه أنتم سبب هذا الشؤم، هو الشرك ديالكم والكفر ديالكم والتكذيب ديالكم بالرسل والجحود ديالكم ياك. هذا هو اللي غيجيب لكم المصائب، وهذا اللي غادي ينزل عليكم اللعنات وغينزل عليكم الويلات، وهذا السبب هذا راه فيكم معاكم، هادشي ديالكم ماشي شي حاجه خارجيه. أين ذكرتم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون. إذا هنا كنفهموا أيضا بأن هاد الناس اللي كانوا في هاد القرية وهاد الكبراء ديالها كانوا ناس أغنياء ياك، وكانوا ناس عندهم جاه وعندهم سلطان وكانوا متكبرين، فالنصح والإرشاد والتوجيه ما قبلوش، كانوا مفسدين في الأرض، وهذا هو اللي خلى أن المصائب ستنزل بهم. فعوض ما يتضرعوا ويبكيوا ويلجؤوا لمولانا الكريم فإذا بهم أصروا على الكفر وأصروا على البغي وأصروا على ياك. بل أنتم قوم مسرفون، بمعنى أنكم راكم زدتوا فيه بالدارجة ياك، بمعنى أنه راه كاع الشروط والظروف المواتية باش ينزل عليكم العذاب راه متوفرة فيكم. بل أنتم قوم مسرفون. فاصل ثم نواصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا سادة يا كرام، أنتم دائما معنا عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من خلال نافذة برنامج إن في الجمعة ساعة. فأخي الكريم أختي الكريمة، سنكمل إن شاء الله تتمة هذه الصورة في الحلقات المقبلة إن شاء الله. طبعا هاد القرية هادو يعني غينزل عليهم العذاب، وربي سبحانه وتعالى غادي يجازيهم، وغادي تكون يعني أحداث عظيمة جدا. وهذا الشيء كله مولانا الكريم رسالة يعني يوجهها لكفار مكة والمشركين في مكة، بأنه راه هذا الشيء اللي كديروا مع سيدنا محمد وهذا التكذيب وهذا الإنكار وهذا الجحود وهذا العناد سيعرضكم للهلاك وسيعرضكم للعذاب والعقاب. وطبعا هذا الشيء غيبقى صالح لكل زمان ومكان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يكرمنا وأن يوفقنا لفهم القرآن والعمل بالقرآن. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وعليكم، وتقبل الله منا ومنكم. شكرا هند كونينير، كان معكم من وراء الميكروفون عبد المجيد أمزال. لا تنسونا من صالح الدعوات يا كرام، والسلام عليكم والرحمة والبركة. إن في الجمعة ساعة، فسحة أثيرية لتجديد الطاقة الروحية. إن في الجمعة ساعة مع عبد المجيد أمزار.